السلام عليكم. موقع سهل جدا وبسيط اسمه انستنت ارت، في جزئين، في هوم وفي جنريت. هوم بتبدا تعمل سيرش على صور معينه وهو يبدا يجيب لك، بيقول لك سيرش باي برومت، تبدا تكتب البرومت وهو يجيب لك الصور اللي اتعملت قبل كده، مثلا سوبر مان مثلا، تمام، تقول له سيرش يبدا يجيب لك الصور اللي متعلقه بسوبر مان، ممكن تكون في صور كتيره. فده اول جزء، بتشوف الناس عملت ايه وتقدر ان انت تقف هنا فيجيب لك البرومت المستخدم ويقول لك ان ده اتعمل مثلا بميدجورني، فتقدر تقارن بين الجوده بتاعت الصور. الجزء الثاني جنريت، هتيجي هنا وتقول له انا عايزك تعمل لي الصوره ديت، وفي نيجاتيف يعني عايزك مثلا ما تعملش حاجه معينه، الدايمنشن بتاعك، الابعاد بتاعت الصوره، والموديل اللي انت هتشتغل بيه. تخيل بقى كل دول موديل اي دي بيبدا ان هو يعملها. مثلا انا بحب الستيبل ديفيجن، تمام، الجايدنس سكيل، وعايز كام صوره، بيقول لك لو زودت ممكن الجوده تقل. طيب خلينا نختار صورتين ونشوف هيطلعها لنا ازاي. فبتظهر عندي صورتين بالشكل دوت، تقدر تكبرهم وتقدر تعملهم داونلود، ومجرد ان انت تغير الموديل وتقول له جنريت بيعمل لك صورة تانية خالص. ممكن تقول له مثلا جورني وجنريت تطلع صورة.